حذروا مين معي جايين فجأة لنا ده. هاي كيفك؟ ننتوس شفتي مين جبت لك؟ Hoş geldin. Seni çok özledim. Ben de. Çünkü herkesle görüştüm, benimle görüşemiyorum. Erhan. Keyfak. Hay merhaba, keyfak, şu ahbarın? Habibi. Habibi, mğar bulmak rahna. Keyfak enti, şu ahbarın? Alo. Cana. Keyfak. كريم شو احلى شيء بالحياه والله شو اخبارك بعد زمان اجي لعندك لعندك والله لازم الله تغاضوا على الحديث اللي راح تسمعوه هلا انا سمعانه ضروري سكروا ادنيكم انا حيكم كيف قاعدين ندى حمودي هاي احمد وينك احمد هاي انا استنيك هاي حطيت لي فلتة هذا حسين شوفوا قدي نحفان وموافر جينا كتير نحفان حسين كله سبور ما هو اللايف عم يعمله هو عم يركض أرهان شو الأخبار؟ كيفك؟ شو جديدك؟ شو جديدك؟ جديدي؟ كل يوم عندي جديد كل ما يطلع الشمس كل شيء بكون جديد شو أحلى شيء بحياتي؟ شايفين شو مزوع هالأرهان؟ مين؟ فاتحة لايف؟ إيه؟ حياتي
خلي يا خلي رح شيلكم الفلتر. ما في فلتر، قال شيل الفلتر، ما في فلتر. ريان شو رايك بالمفاجأة؟ شو رايك بالمفاجأة؟ صدمت. قلنا شوي كنا عم نحكي عن شيء وأنا زعلت. أنا زعلانة. صفيت سيارتي، قلت له تعال نطلع بسيارة واحدة. تعال عندي، تعال تعال حدي تعال. قصير مو كيفكم؟ شو أخباركم؟ هيدا أورهان. هاي I love you جميعا. I love you. هاي لابسين أبيض مثل بعض. كريم تعال. أصلا أورهان كان بيشترك بالبرنامج، لما عرف إني أنا ماني مشتركة بطل. لما شفتك مالك مشتركة كريم في حياتي. هيك بتطلع الإشاعات، عرفت شلون بتطلع الإشاعات؟ هذا كريم بيه. كيفك؟ شو الأخبار؟ تعالوا فرجيكم ترجمتنا العظيمة. اللي كانت تترجم لنا كان تقعد حد المخرج وترجم له. شو كان يصير فيكي وقت يحكوا مغربي أو جزائري؟ لسه الناس ما اجت كلها. لا بعد شوي جاي بعد ان شاء الله. خلاص كل يوم بيجيبون حدا هيك ويوم هيك. هذا عيوبي في واحد يتفاجئ زي الفرق عن استنى حطيت لكم التليفون هيك لبين ما يشوف شو بده يصير. لسه ما التموا كلها. شو اخبارك؟ أنا كنت عندي طبعا شوية بس ما حلو قبل ما يقطع الكيف مطلع. قلت لهم عزيم؟ مين؟ عزيم بس ولا واحد بعد حكوا من هدول قاطع بالجامعة أو شيء يمكن قاطع بالجامعة. هو بس ممكن شان تاني بس كيفك؟ لبست ما تيسر ونزيد. طب معايا كريم شلون بدنا نلحن؟ كم معنا وقت؟ دائما معنا وقت كل الوقت. انا؟ انا كل يوم في نسيت انا صار حدا هر حدا من المتابعين طمني عليهم اذا صار لهم شيء ولا لا. ما حدا ما حدا انكسر. فيني اتمرن كل يوم. عندك بالمجمع ولا الجامعة؟ لا بالمجمع ما عندي جامعة.
كنت مسجلة سنة دوام شهر. مارلين مونرو برأيي تقعدي. على فكرة أنت الوحيدة اللي ما بلقط البس تبعك. الحمد لله. والله العظيم كل ما حدا بيفتح بلاقي ببعثني. ماذا الوحيدة اللي ما بلاقيها بلكتيني؟ أنا حدا بيفتح 10 دقايق يعني يقول السلام عليكم كيف حالكم مسكر. اللي دائما بلقطهم روشين دائما بلقطها. دائما دغري بيطلع لي بكون فاضي. الشخص الصح. هي باللقطة صح تم. يلا انا اذا بدي افتح لازم قبل ما ابدا الاف بي اي بنجح. اي والله حقدم على الوظيفه. حياتك تعذبت بكيف ما تعذبت هاي الفتره؟ لا والله. وهلا اجى وهلا جاي الموسم الثاني. الموسم الثاني شو قصدي؟ مين راح في موسم ثاني؟ اسمه مصير. كيف بيشتركوا؟ احكوا مع ماري. رح حطوا لهم ماري. هعطيكم رقم هادي عندكم يا. ما بنصحكوش. خلاص يوم التنين اسألوا لخليل. والله. يوم التنين اسألوا لخليل اذا بينصحكم او لا. لا عن جدوى بسرعة. لا لسه ضايل كم اشي ضايل كم خلق. هو للمية بيخلص صح؟ مية مية حلقة. يا لطيفة. اه طبعا اكيد. لا تحذري شو لازم نشيل هدول نحطهم شي مكان. ندى على السيارة. ندى على السيارة. انا شايف هذا الشعار احمر وكان مزين على انه هي حتكون.
يا عم مين هاي؟ انا مش عارف مين هاي. ليه ما حكيتش معايا كلمة؟ مش عارف مين يحكي معايا بهذه الطريقة إلا إذا بيعرفني. دفعنا هلا مو لقدام بعد ما عند الكونتراكتر عم يعملونا بس ما بدنا ولا بدنا نعمل هيك شغله وهيك شغله. انا لسه بفكر شو هذا صار زمان وهذا انا مش عارف كيف مبسوطين لهذا الصخور او كيف مبسوطين لهذا. كل حد يحكي على مشاعره. شغلتي شاركوا اللايف. شوفونا واحد اثنين ثلاثة شوفونا عند ماري. ماري فتحة لايف 24 على 24 شوفونا كلياتنا هون. طيب ماشي يلا ماكينة تشبع ريح الورد سكين ورجع لك. وين ليش ما يجي باليونان؟ عزمتك اهو المسج يا ربي على معروف يا وين معروف الله. باي منو مشاكله حتى اونلاين مشكل هلا هاني عزمتك يا معروف معروف زيادة باليونان باليونان عنده شغل بزنس مان معروف ما إجا. كيفك؟ ها؟ كنت عم بحكي معه أصلاً قال لي ما الكذبة. موبايل يا ندى. كيف؟ ندى تليفونه الزلمه بده تليفونه. يلا بشوفك ان شاء الله. مارلين مونرو عدي شو جاية جاية هربانة وجاية لعزة. انت لايف؟ انا لايف. الو جايز عم تطلع رسائله للزلمه.
بين الشغل شو هو، بين شغلي شو هو، بين شغلي شو هو. المبلغ والمصاري والحوالات كلها طلعوا. لا عليكي يلا معلم ابروم الله يعطيك العافيه. قل لي هذا الزلمه اللي جايين هذا المصاري يستر علي يستر علينا. ما بحب يطلع ابرو عليكم. السلام عليكم. كيفك؟ الله يسعدك. ليش هيك مشيب؟ على البصل. كيف الأجواء؟ أنت طالع؟ يسلموا عليك حسين. كيف الأجواء؟ وين لا؟ لما كان في السعودية لما كنا صغار كنا نلعب ماي كاي سوا. صديقة. جربنا. بعدين هو شاف. سلموا عليك. اشتهيتك معنا. ربي. ايوه ايش له هون مين يا يعني. معروف الطباعة والدعايه والاعلان لهم. انا كنت مسوي ما بعرف كيف قاعد اقول لك 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 قاعد اقول متى جاي؟ برضه ديل. اي متى جاي؟ من اليونان انت؟ انا هو طيب لازم نحكي بهذا الموضوع لانه غالبا قال بس حاجه القشر معروف جيبه معي حاجه القشر بنروح سوا يلا هاي باي قال لي لمين بدك تسلم بعد؟ في كريم في صديقه في صبيه اسمها لميس بيعرفها بيعرفها معروف لا المكان على البحر هيدا مطعم ليالي شامية الفرع الجديد انا مش صاحبة عيد الميلاد ما بعرف اذا فرح جاية ولا لا هاي لارا جيبوا له أرجيلة هذا الأستاذ محمد علي اللي هو مستضيفنا اليوم كيفك شو أخبارك؟ نورتي رسمي يا أستاذ احكي لهم وين موقع الفرع الجديد موقع الفرع الجديد ببلط ببلط على البحر دغري ليدي كيلر شيلي أرجيلتين أستاذ شو الأرجيلتين تمام وين؟ ليدي كيلر
شو لازم تمشي انا معك بالسيارة؟ طيب هلا ثواني شوي استاذ محمد، انا جبته من المطار لهون، جايبته من مصر لهون. الله يحميه يا رب. جوعان بدنا تعمل؟ لا لا بامرك والله. يلا شو عبالك تاكل؟ مش عارف، خلينا نشوف. جيبونا المنيوستري هون، تخلبت عشان اتخبى. تتخبى روح يلا هونيك، هلا بجي باكل معك انا الاكل. استاذ محمد اعتني لنا فيه لخليل، جبناه من مصر لهون. مرة مثل انت بس انت اكثر مني، بس انا بدي اوصل لمرحلتك. تأمرت هذا كان احمر احلى، بس وصلي طالع احلى على المي. بس كتير هون احلى. لا مش احلى اي تعي سوريني على قد لك على قد ما انت قد عيد ميلادك 49 والله شهوني اعمل عيد ميلاد صار دوري لك يا شغلك يا شغلك يا يلا اعطيني يلا فوت بقعد حتى بلا ما اعطاك ما نبحت لي اياها قد كثير على عيني ايه بدك تقعد تشتغل؟ نعم. ايش شايل هم الدنيا على كتافك؟ ربع يا سلام. والله ما بعرف انتوا كيف موزعين الاعداد. لا واحد يا واحد يا نادر استاذ محمد انا بس 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 ب
بدكم تعملوا حرم لك وزلوا لك زلال. لا فيك حرم. يا استاذ لا هو انا بحمل شيء كثير هواء طلب الرمز حلو لا كانت حامله سيجارة حدا هي مو هي ندى هي ندى 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 مرسي لكم حبيباتي كلياتكم انا عمل لكم بس مباشر مش مشان تنسكوا زلات على العالم أغلى واحد على قلبي البرنامج حبيبتي والله يا باري حبيبتي هذا من الأشياء التكنيكية ما بنفعش أعمل منشن عشان الأشياء التكنيكية أيوة 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 اللي بعت لي الوردة لأنه كان لسه مو داخل على البرنامج وكمان مشان قصص تانية ما حدا يزعل
شو الاخبار؟ كيف والله مصر؟ والله مصر مشتاقة لي. كلهم ما حدا كان متوقع انه خليل يجي على فكره. صح الصبح بنحكي مع بعض، انت وين؟ والله هي انا هيني باسطنبول. كيف؟ ليش؟ من وين؟ ما بتحكيليش؟ ولازم انا الوحيده يحكي لي كل شيء. لازم. هلا بسرق نظارات. بدون نظارات هلا. ارهان هلا بسرق نظاراتك. مين أبوك إسباني؟ أنا عم بتعلم إسباني على فكرة. إيه لك مشان جزء اسمه ونصيب اللاتيني. المهم أنتوا شو أخباراتكم؟ طمنوني عنكم. كيف ماري معاكم؟ أنا؟ ما بتطيقوني، ما بيحبوني. ليش ما بتحبوها؟ ما بعرف، بضلوا ظالميني. متابعين جيان ببعتولي انت ما بتحبي ندى، متابعين ندى ببعتولي ما بتحبي جيان، متابعين ندى ببعتولي انت ما بتحبي ندى، عاملين حرب وانا والله ما دخلني. ظلمي ماري. وين انت؟ انا شفت وصال. وصال وينك انت؟ ليش مش جايين؟ والله انتو العسل، انتو العسل وحياة الله. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا. وين هيني؟ والله هيني 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 اجت لكم على اسطنبول. انتو وينكم؟ لازم نحكي الاول من كل الكل. طب هلا بنجيب. ممكن استني دقيقه بنخلي حدا يشرب. وين فرح؟ مش بعرفني، ما بعرف. اذا حبت ساعه سو انجوي مع ماري. شو اخبارك؟ ها شو حلاوه يا حبيبي. الله يسعدك. انت بتعرفون؟ ها بس ما ملتقيته بالمرة اجين. انت ما رح تسمع عبد الله صح؟ لا شفت الفيديو لإله وهو بيضحك على حسين. عايزة سعيدة. صباح يا لا لا فلسطيني فلسطيني. شو الكونسبت؟ تعالي خليل. يلا خليل. بس مولود بألمانيا. من غزة؟ لا من غزة. خلوني نخلص بين ليرة وحسين. الحمد لله. انت كيفك؟ منيحه يا قلبي. خليل احمد ما بدك ريان. وين ريان؟ وين نظافتك انت؟ يلا نديها نجي. شوف ريان. يلا جاي عمي. ريان وين ريان؟ يلا ريان طالعة بالتواليت جاي. يلا يا ريان يلا. اما ابا عمو لازمش نعمل رياكسيون هكاي. هذا غير فيديو. فكرك شو اسمه؟
poker face. Poker face. How's the poker face? جيدون يا عفان. يلا 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 طالعة. هاي ماري. هاي كيفك؟ شو الأخبار؟ اللي ما عنده نظارات ما يتصدق. لا ما في داعي برأيي. انا برأيي نكون عم نحكي مع بعض. لا هو لازم يكون ما في ولا رياكشن ولا رياكشن. فرجيني ارجعي فرجيني بالله اعطيني شاشون عنب شاشون العينة شاشون شنعمل هالك شاشونة كاملة كبيرة هيك 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 مش واحدة مش واحدة الكل ياس لا ما هو الترامب لا 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 هو الترامب هيك تو انه ما كان له خلص يلا تعال نازل عن دور لا لا والله لا بس بدوت خليه بس بلد بدنا نضارة مين عم تعال يا خليل يا جاهزونا يا عرفان نزلوا التليفونات يا بلا أسرع عم يعملوا فيديو ترند بس بكون عادي مطلعين فكر فينا بس تكون مبسوطه يلا اكشن ان شاء الله يلا اكشن اكشن حبيبي رح تخلص احنا جاهزونا يا اطفال يلا يلا يا حسين ما شاء الله كيفكم خليل تعال خليل تاتا كل واحد تاتا تعال يلا انا بدي اطلع فاتو انا خليكي انت واعطيه هو النظاره او انت خذي نظارتك واعطيه يلا تعال خليل في نظاره خليل في في مريني انا بس يلا باي باي يا ذهب ويت اوكي يلا سي يو مره ثانيه
يلا اول شيء بتطلعنا نحن اوكي بدون العصير بعدين كلهم يعملوا اوكي يا هي صاحبة عيد الميلاد هو جوا زهري احسن والله جاتك الرزقه شو انا لايف اخي ها انت لايف لما معي لايف شو يلا روح كمل نحكي يلا ماشي بنحكي الله معك باي 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 ندى احسن انسان ندى بتجنن ندى ما في منها بتجنن والله ندى ما شاء الله عليها كتير ظريفة بالواقع كتير هيك يعني بنت محترمة صراحة يعني والله انت مشارك بالبرنامج لا انا مش مشارك ولكن انعرض عليه ولكن ما شاركت السبب لظروف يعني معينة صارت معي مارا فسري بتجنن من تحت لتحت كنتوا بتحبوا يعني اشارك مثلا ما بعرف اذا بتعرفوني ولا لا انا هذا مو لايفي احسك محترم ميرسي شكرا انت المحترمه كيف تعرفت عليهم هو هني رفقاتي كلهم يعني بالواقع ولما رحت على الشركة كنت يعني اتصلوا فيني مشان شارك وهيك تعرفت عليهم هنيك كمان بالشركة صور لنا الندى والله ما بعرف وين الندى راحت عم تهتم بالناس اللي جاي محترمة محترمة ما في منها والله
نعرف ما تخاف ان ما انت طلعت ترند مع فرح لهيك انتوا نصابين نصابين انتوا شارك أرهان نسخة تانية لا ما رح شارك والله انت محترم انتوا المحترمين ندى بتعقد بتجنن أرهان تجنن شكرا شوفوني بلا نظارات شو عم يصير شو هاد لازم تصير ايه شو عم يصير الكاميرا الاماميه ما عاد تشتغل الكاميرا الاماميه ما عم تشتغل يا جماعة انتوا عم تشوفوني خرب الكاميرا لك شو التليفون الخرفان الجربان وين ماري خلينا نشوف ليك هاي صديقة هلو لا ما عم يشتغل ما بعرف ليش مسحته بعد ما مسحته ما عاد اشتغل ليش ما عم يشتغل الكاميرا الأمامية ما اشتغل اشتغل خرباني يعني التليفون لا بس أنا في عندي إفل أنت حاطتيه يعني نصابة بحكولي أرهان أنت ليش ما شاركت؟ أنا ما خليته أنا ما خليته شاركت أنا بتشوفيني بشغلات أحلى من هيك صادك هذا زلمة خايف لا خلاص يعني حدا يشرب العصير كل واحد إلى شغله شالوني أهو كيف حالك حبيبي شو الاسود الحلو كله كذاب كله غلط انا عرفته لسه بس هو ما عرفني شارك معنا ممثل كبير شارك خاتي بلاس انا صاحب الشركه كيفكم شو الاخبار الماضي
هيدا الشاب بشارك معنا دائما بالتمثيل بودكاست كلاس بتشوفوا مسلسلات الام بي سي. شو اخبارك؟ مرحبا للكل. هو انا هو صديق ندى بالجامعة كمان في شعار محمد بالجامعة. محمد هاي بس حلايب؟ ايه احنا كلنا سمليات. شوفك حبيبي نقلب الكاميرا انا البس بحفظ وبعدين ريل بتشوفوا ريل. اليوم منزلة ستوري مشتي على انا كنت تابعنا وما شفت شيء سويت لا امبارح خلصت امبارح كله كريم انا بسالهم مين بتلاقيه في المكان ولا الشخص اللي جاي احمد ما غيره كم احمد واحد جاي الله بارك ترجم يا اخي ايش فيك عم الجاي ترجم راحت النظارة راحت صديقة عم يطلبوا منك تحكي احكي معهم شوي عربي. اهلا كيفكم اخباركم يا مشاهدين بين انه هي شيء سابق ايه هات احكي لنا يا ورعان ما تعرفينها يا ورعان انت ما بدك تحكي لازم تحكي الشخص اول حاجه لا تحكي المكان امبارح زرت ثلاث مرات من امبارح ندعم ضبط قصة جوا وجاية وين حسين ولارا جابوا لك أكل حاول كيف تحاول ضل ساعة لعيد ميلاد مين بقول لك الغازي الجد رح تجيبك وين نفسك ولا كيف؟ يا شيخ براشوت لازم تصحى بالمية الطاقة لا بارد ولا لا مش انه عادي اشوف الناس ولا حلو بنم قهوه ما لندى içmedim kahve aldılar tamam doğru neydi kahve ben yenisini yaptıralım sade daha güzel daha ama süreli kahve olsun sade sallanıyor mu لا قالهم ايه ايه انا بقول له انت ما شفته لعيمات صح اول مره بتشوفه لعيمات طول اليوم اصلا انا وخالد بنلعب مع بعض بس ايه ايه ايه
انا ما عندي كانت زيك بس اول ما يرد عليا يلا بدنا نعمل شيء كبير اه كبير هو الكلمات الاولى خالد مسافر ادهم مسافر لارا بعد هيك انا قلت له لا ارفع الصوت هو ماشي هاي وين انا ده هو اغلب هي اغلبها لبنان هي اغلبها لبنانيه فرنسا هي فرنسا كلها يعني انا هذا وين فرح ملكة ووصال عندهم تصوير بملكات الجمال اليوم فضحتينا انا هي شغلتي صور وطلع خلوني اشتغل شغله غير شغلتي ندى ندى انا هلا عم سوق بس انه وقفت لاطلع لايف ليش ما اجي حضري حالك في احتفال كتير حلو سوا شو في احتفال كتير حلو سوا حضري حالك اوكي يلا get ready و enjoy اوكي رح رايحه على التويلت ونرجع ما ضروري كل هالمتابعين يعرفوا مره بطاريه تبع التليفون رح تروح يلا يلا وانا عم سوق كمان بس ينعاد عليها وبنحكي اكيد حياتي اوكي اكيد
Love you. Bye. في حدا معه سهر؟ في حدا معه باور بانك؟ عمال بدي باور بانك ضروري مشان لا لا مشان بس بدي شارج ايفون ضروري بس هون حد هيدا محمد معروف كان معنا بس